How's the area? شوف تيفي ديو لك هذا؟ مصورتك شي سريفة السلام عليكم. شحال باش خديتي هذا؟ شحال باش خديتي هذا الخير؟ تبارك الله. كي جاك السوق هذه العشية هذه؟ على المباشر كي جاك السوق هذه العشية هذه؟ السوق اخويا غالي، هاد الناس هادو فيهم لا رحمة ولا شفقة. كان راه دابا على ما سول السوق طاح شوية. دابا كي جاك السوق، دابا كي جاك الناس باقي هو الدرويش واكل العصا خويا. الا من رحم ربي كيقول لك ارحموا من في السماء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هاد الناس هادو كيقتلوا في الدرويش. شريتي العيد انت ولا باقي؟ انا شريت العيد ولكن شريت شكري، ولكن الناس شحال باش شريتي؟ شريت اخويا انا شريت من العربية مع العائلة، ولكن الناس هنايا راه ساكن واكل العصا الفقير ما كيعيش. الناس هادو راه تعداو علينا، الناس راه طاحوا علينا. واش موش ديال واخا في العشيه ما بقى لينا والو، العيد الكبير واخا ما بقى والو، باقي بحال خويا السيفلاني تعدوا علينا. الله يكون الناس تيقول كورونا. واش هادي كورونا؟ انا الله خارج من الحبس ما استفدت لا في الدعم الاول لا في الثاني لا في الثالث. شريتي الحوله ولا باقي؟ باقي ما شريتش. اللهم انا مريحين. باش بغيت العيد اليوم باش قول لي يا خويا، انت قول لي عباد الله قولوا لينا. هاد الناس راه تعداو علينا، هاد العروبية راه تعداو علينا خويا. هاد الناس ديال العروبية هادو ما فيهم لا رحمة ولا شفقة، ما كيرحموش المسكين وما كيساعدوش شي واحد. كيقول لك بان الثمن مناسب، شي دخل له حجر صحي ديال السدان ولقاو الناس بان الحواله ما دخلوش، ولا الحولي ديال 16000 ريال كيقول 46000 ريال، كيقول لك 46000 ريال. والدرويش مسكين ما معيطش، الناس باقا مضروره. ولكن هادشي كلشي اللي دارته هو رئيس الحكومه اللي استغلال قدر ديال السدان واللي كيخلي يدير هادشي. واخا خويا السلام عليكم. قبل 1000 ريال والله ما بغا يطلبها بالله، لا قبل 1000 ريال. انت جيتي تسري الحولي؟ هو واحد بغا يشري الحولي لا قبل 1000 ريال باش يطلب. واه 37 واحد قال لي 38 يا خلي لي الحولي. الله يصوب. عليكم السلام. هضر من في كلامي، العروبيه كيشنسطوا لي بنادم، كيشوفوا شي مراه ولا شي وليه وشي حاجه كيتعداو عليها. حاولت بالمش كيقول لها 62 52 فهمتيني؟ الصباح حرم كثر من الكبايه. حيت الميه شي اخويا الشاري ويزيدون. دابا كاينه ازمه وكاينه كورونا وكاين اللي خدام وكاين اللي ما خدامش، وهي هي حرب العيد. العيد ما كانش غادي يكون فهمتيني، ما كانش. ولكن راه الصباح هما اللي داروا العيد حيت عندهم الماده فهمتيني. كل ما خدامش اعتيري ما عندوش. انت مازال ما شريتي العيد ولا؟ الحمد لله شريت اخويا. شحال باش شريتي العيد؟ شحال باش شريتي العيد؟ كل عام. انت شنو كدير دابا؟ كتبيع القنبه؟ كنشنق انا الغنم كنبيع ونزيد الحوالة. العام بعد شريت مخير، كاين هذا العام ما بغيتش نشنق حتى شي حوالي، هما كيشنقونا. السلام عليكم. دابا تقول لي انت، اجي قول لي دابا انت شنو كدير؟ واش كتبيع الحواله ولا شنو؟ انا خويا كندبر على راسي. عايش كنخدم. كتبيع القنبه؟ انا مالو كنخدم. انا كنت عندي انت مثلا اودعك باغي تري حولي عندك ديال 30 ولا 40 عام في الرجوله كنتعامل معاك كنشري لك حولي الثمن قليل كتدبر عليا. تبارك الله عليك. هوندا ترانسبورت. السلام عليكم. تبارك الله. انا كنتعامل احنا نورمالمون خصهم لا يا ولد الشعب كراش. واش مو خويا الحواله في هذا
سيرجو في هذه البيريود هذه. وهذا الفيديو هذا ديكاس الله يبارك فيك اخويا، الله يحفظك، الله يبارك فيك. دار سلام وخاطر طول المون سيد خالد شوف العمر ان شاء الله منتوش. الله يبارك فيك اخويا الزهر. شريت سري في الحاولي ولا باقي؟ مازال ما شريتيش؟ اشنو كتسنى؟ مازال لحد الان مازال ما طاح الصوت. بدا كيطيح دابا. شحال جهدك انت باش تشري الحاولي؟ 1500 درهم وما لقيتيش؟ خد دابا انت فين غتمشي؟ دابا انت وليدات كيتسناوك باش تدخل عليهم الحاولي. ان شاء الله مرحبا اخويا الزوين. انا سريت الحاولي باقي. شنو كدير انت واش كتبيع؟ انت ديما كتكون فهاد الرحبه هادي؟ انت ديما كتكون فهاد الرحبه؟ ديما كنجي مع الطاف كنتقداو ولكن هاد العام غلاو عليكم. انت مازال لحد الان مازال ما شريتيش الحاولي؟ لا خدينا. شحال باش خديتو؟ شحال باش خديتو؟ لا بغينا نديرو شي مقارنه ما بين الاعياد العاديه وهاد العيد ديال فهاد كورونا كي جات. هاد العيد ماشي العيد الله يحد لباس اخويا. شكرا اخويا تبارك الله عليك، الله يحفظك. صافي بعتي وساليتي؟ بعتي وساليتو؟ ها السلام عليكم. شحال باش شريتي هاد الخير؟ 40. لا واش كدوي بصح ولا؟ خليني ندوي معاه، خليني ندوي معاه. هذا خديتي ب 24. انت دابا تخليه يخدم شي حاجه. لا لا ماشي هذا صافي. 24 ولكن غادي بيع لوليداتك هذا؟ غادي بيع لوليداتك ان شاء الله. هاد السوق ما مقادش. شحال من مره جيتي للسوق؟ شحال من مره جيتي للسوق؟ شريتي عشر المرات وهذه هي المره العاشره اللي غتكتب لك فاش تشري. هذه هي المره العاشره اللي كتشاف لي نفرح الميدان. يلاه نزوج شي شهرين. يلاه تزوج شي. ويا كي كتبغي الحولي كبير صغير؟ جبت لها هذا والحول الرابع اللي ندي ليه. ما قلناهاش حولي، هذا هو الرابع اللي ندي ليه. شنو شنو كتقول لك فاش كتدخل لها الحول الدراري؟ ضروري ضروري المره ملي كتدي لها الحول كتفرح بالحول. يا كتقول الله مع جيرانها وكتقول الله راه ديال الحولي راه ديال السعاده. مرتك كتبغي حولي كبير كتبغي حولي صغير؟ مادام عندها شويه عينيها كبار باغا حولي كبير بحال هذا. دراري دراري واحد دقيقه نسالي مع السيد ونقول معاه واحد. خلي هذا يقول الاجل دراري خليه خلي السكندو مع السيد خليه نكمل معاه. اقول لي دابا هذا الحول هذا غيعجب المدام ديالك؟ الحول هذا؟ اه رغم عن انفه. هذا هو الحول الرابع قلتي لي؟ الحول الرابع. هذا هو الحول الرابع رغم عن انفه وغادي يعجبها. مرحبا الله يحفظك. هذا رغم عن انفه غادي يعجبها. غيعجبها بزز منا. اول تجويره اللي هي واحد دقيقه الله يحفظك. ها ولا ما عجبهاش دابا مشيتي شديتي لها الحول وقالت لك قالت لك لا ما عجبنيش. لا ما عجبهاش. غتجري عليه غتجري عليه. دابا انت كنتي دالو المره الرابعه، هذا هو الحول الرابع ياك. دابا الا ديتي لهاد الحول وما عجبهاش غتجري عليه. غادي يخرج ليه الفؤاد والقلب والشرايين والمسالين البراجه. نشعل له الكانون نزند له المسائل. انت راه ندير هادشي؟ انا اللي ندير هادشي كامل زعما زعما كاين باش هلا كاج واحد الطاهر خاص الاخر يابا ضروري واحد يبرر. تبارك الله عليك وراك عارف والله كاج عنصريه. الله يدخلوا عليك اخويا بالصحه والسلامه. شحابي وانا نمشي غادي نكمل معاك. دويش مع السيد قبيله؟ دويش معاه؟ دويش معاه؟ انا ديك الصراحه راه زمان مناسب. شحال راني معايا الفابور ب
من عمره ما خديته بس ريت الحول معايا في طريق بورطاج معايا 24000 ريال تبارك الله عليك كاين دويت يا خويا كبير ديرو زعما صاحبي صديقي واش غتوريني خدمتي غتوريني خدمتي انت يا صديقي دويت مع السيد دويت معه وتنبقاو ندويو حنا راه دويت معاه دويت يا خويا الله يسهل عليك واصح الله يحفظك اخويا الزوين الله يحفظك بعتي كلشي بعتي كلشي بعتي كلشي بعتي كلشي وسمعتك كتقول لهم زيد يلا ما بقاش شحال عندك تما شحال اغلى حولي عندك تما هذا اللي عندك تما شحال داير هذا شحال داير هذا شحال داير هذا تبارك الله ماشي بحال الصباح الصباح كان السوق غالي ها تقدر تهبط عندي واحد دقيقة قول لي قول لي كي جاي الا بغينا نقارن ما بين العيد الكبير ديال شحال هذه والعيد الكبير ديال صديقي دقيقة ما يمكنش غندوزكم انت حيد وما يمكنش انت حشومة صاحبي الا بغينا نديرو مقارنة ما بين العيد في الفترة العادية وفي الفترة ديال كورونا عطاني واحد المقارنة انت ديما كتجي لهنا ديما كتبيع انت واخا عطاني واحد المقارنة كي جاك هاد العيد هادي ديال كورونا بخير وعلى خير مزيان اغلى حولي بعتي شحال باش بعتي 60 64 هو اغلى حولي وبعتي 80000 80000 مش بعتي هاو ارخص حولي ارخص حولي صديق الله يرحم الوالدين الله يمع شواسي الله يا رب الله خلات مني الله يا رب الله والله السلام عليكم واش انت كتبيع هنا ولا جاي تقدا سريتي الحولي ولا باقي ودابا هاد الناس هادو كيقولوا قال لك الحولي رخيص وين الله قال لك الحولي رخيص هاد الناس تقديتي الحولي ولا باقي تقديتي الحولي تا ولا باقي مزوج عندك شي وليدات مازال ما دخلتي لهم حول وهاد الناس هذا هما قال لك الحولي راه رخيص ها هاد الناس اللي كيغوتو ها ما كيقول لك الحولة رخيص ها ما شوف الله يسهل عليكم الله يعاونكم شحال داير داك الخير شحال داير داك الخير شد الحوال الحوال كنديروا سبورت داني تحت الجزائر سيدي انتيا بلا ما يصور
الله يعاونكم. الله رجعوا له. ها؟ السلام عليكم، كي داير اخويا؟ بخير مرتاح؟ الله يحفظك. شحال هاد الخير هذا؟ 74000 ريال. شنو دار بعيد؟ سداسي كاع ما جاكش غالي بزاف؟ شحال كيعطيوك فيه الناس هذا؟ شحال كيعطيوك؟ انت شحال طالب فيه؟ 74 والو ما تنزل ما هنا مرقد هذا؟ مرقد هنا من هنا ولكن المرقد ديالو من سيدي بنور. سيدي بنور هذا الخير هذا تبارك الله ب 74000 ريال مولا طالب فيه 74 ما يزيد ما ينقص. شكرا لك. شحال اغلى حاولة كتبيع هنا؟ 4500 درهم. هذا اللي شاد في يديك شحال؟ 40000 ريال. تقدر تدوروا لنا باش تشوفوا الناس هاد الحول هذا ب 40000 ريال. ما جاكش غالي شويه؟ كره راه الازمه راه على كل شيء ماشي غير عليكم نتوما، على كل شيء. انت ديما كتجي كل عام هنايا وكي جاك هاد العام هذا ناقص شويه. دابا انت الغد ليه العيد ومازال ما بعتيش هادشي كامل. ولكن دابا هنا الناس كيقولوا لي هاد الحول هذا جاهم غالي بزاف ب 40000 ريال. شحال تعطيو في هاد الحول هذا للمشاهدين؟ قال لك 36. يلا كورفانور خويا قال لك 36 اجي خوذه. اجي اخويا هو قال لك دابا جي خذو ب 30000 ريال. ياك جي خذو ب 30000 ريال بقنبه ديالو. شكرا لك اخويا. الله يحفظك. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. اخو دامي شحال هاد الخير عمي؟
شحال هاد الخير؟ شحال؟ 32 الف ريال الواحد. نزيدنا نشوفو نقارنو هذاك مع هذاك تقريبا بحال بهذاك كيقول فيه 40 الف ريال، هذا 32 الف ريال. السوق ما غاليش في هاد العشية هادي؟ ما طالعش ماشي بحال الصباح. الصباح والباح اللي كان غالي. السوق هاد العام طايح شوية ياك. شكرا. ما صورتكش صاحبي، انا كنصور السيد. انا عندي السيد، انا ما صورتكش. انا راه ما جيتش عندك ودورت الكاميرا صورت، انا كنصور مع السيد. عرفت هاد القضيه؟ سالي خويا، سالي ودوي، سالي ودوي معاك، سالي ودوي معاك. السلام عليكم، كي داير الحاج؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظك، شحال هاد الخير هذا؟ شحال هاد الخير؟ هادو كاملين، شحال فيهم؟ شحال؟ اوك تا واحد مكره. شحال داير هذا؟ لا انا كنصور الحوال، اقول والناس باغيين يعرفوا شحال دايرين الثمن. الناس باغيين يعرفوا كيسولوا الثمن شحال داير. شحال داير هاد الخير؟ هذا ب 20000 ريال. وواحد تقريبا بحالو لهي قال لي ب 32000 ريال. يعني واش كيفاش كتشوف هاد الاختلاف هذا ديال الثمن؟ واش ما دايرينش ليكم؟ ها؟ شنو هي؟ شنو فيه؟ خاصو واحد اللي عاد تحيد لي. داكشي علاش الثمن ديالو طايح. شكرا. صورنا قبيل 75 الف ريال. الله يعاونكم. شوف لي الحاجه تعبي باقي صغير انت، انت باقي صغير. علاش؟ الله يعاونك، الله يعاونك، الله يعاونك. لا لا ما كنصوركش اخويا، والله ما كنصور، انا ذوي على الرحبه، ما صورتكش انت. لا ما درتش لا فيديو خشيتينا بهذا. لا لا انا داير لايف على الرحبه، داير جوله في الرحبه. الله يسمعني يا سيري اصاحبي خلنا خدامي، سير الله يحفظك، سير خلنا خدامي. لا لا ما صورتش كسري. خويا الزوين الله يحفظك. السلام عليكم، كي داير اخويا بخير؟ امورك مزيانه؟ قول لي شحال سريتي هاد الخير هذا؟ سريتي ولا يلا؟ باغي نبيع انا كنبيع. انت شناق؟ شناق ديال الحوال. شحال باش خديتي؟ شحال باش خديتي؟ ماشي خديت انا، السيد بغا يبيعها. شحال طالب فيها؟ شحال طالب فيه؟ شحال؟ 2000 درهم هذا؟ تبارك الله. الموكر كيتنفخ. واش غدير؟ الله يصوب، الله يعاونكم.